وملخص غزواته صلى الله عليه وسلم، غزواته صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه كلها كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فأما سراياه وبعوثه فقريب من 60، وأما الغزوات ف27. قاتل صلى الله عليه وسلم في 9 منها، وهي بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، ونزل القرآن في بعض هذه الغزوات. في غزوة بدر نزلت سورة الأنفال وتسمى بسورة بدر. في غزوة أحد نزل فيها آخر سورة آل عمران من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخر السورة بيسير. في غزوة الخندق وبني قريظة وخيبر نزل صدر سورة الأحزاب. في غزوة بني النضير نزل فيها سورة الحشر. في غزوة الحديبية وخيبر نزل سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. وفي غزوة تبوك نزل فيها آيات من سورة التوبة. وجرح صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة في بدر وأحد وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء صلى الله عليه وسلم في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين، في بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه.